مزوداً ب$400 فقط، فر باسل خليل مع أسرته من الصراع الدامي في سوريا ليستقر في ملاذ آمن في ضواحي العاصمة المصرية. في أحد مراكز العناية باللاجئين السوريين يجتمع باسل مرتين في الأسبوع مع الأطفال والكبار، حيث يكتسب قوت يومه عبر إعطائهم دروساً في العزف على الجيتار. 22 سنة أنا كنت مدرس بالمركز الثقافي الروسي من قبل، وهلأ حاول نفيد حدا من الأطفال، يعني نفيدهم بشكل أنه نطلعهم من المآسي اللي مرقوا فيها بسوريا، أو الأفكار أو حتى الأخبار اللي عم يشوفوها. على غرار باسل، انتقل العديد من اللاجئين السوريين إلى ضاحية 6 أكتوبر التي حولوها إلى دمشق صغيرة، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي والمخابز وحتى صالونات الحلاقة السورية. قاسم وصل إلى هذا الحي قبل 6 أشهر ويعمل الآن في أحد المطاعم السورية. لما جيت على مصر لقيت السوريين معظمهم بيشتغلوا بالمطاعم، فغيرت مجال عملي بسبب أن السوريين يعني شاطرين بالأكل ومشهورين بمطاعمهم وأكلهم، فاشتغلت معهم. طوال عامين تدفق المئات من السوريين أسبوعيا إلى ضاحية 6 أكتوبر، وغالبيتهم من الطبقة الوسطى بعدما فروا من المخيمات الأردنية والتركية. بلال، والذي افتتح مطعمه السوري قبل 5 سنوات، قد شهد تدفق الآلاف من مواطنيه على هذه الضاحية. أغلب اللي إجا من البداية إجا على مدينة 6 أكتوبر لأنه جوه قريب من سوريا يعني، وما فيها زحمة مثل القاهرة تحت، وكان أجار الشقق بالبداية أرخص من القاهرة. يعني هلأ لما كتر السوريين ارتفعت أجار الشقق بأكتوبر. ووفقاً للحكومة المصرية، فإن قرابة 140,000 لاجئ سوري قد فروا إلى مصر، ولم ينضم جميعهم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذا الذي تم تسجيله لحد هذه الساعة، سجلنا 38,000 لاجئ سوري في كل من القاهرة والإسكندرية ودمياط، لكننا نعرف جيداً أن هناك لاجئين سوريين في مدن عديدة أخرى. افتتحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق هذا العام مركزاً جديداً في القاهرة مخصصاً لتسجيل اللاجئين السوريين، هذا وقد فر من الصراع نحو 1.5 مليون لاجئ خلال العامين الماضيين.